الكابوس اللي دائما ما يطارد الكيان الصهيوني، رفع اعلام الفلسطينيين بمباريات وين هالمره؟ دائما سمعنا انه رفعت الاعلام بالجامعات، رفعت الاعلام بالمتحف البريطاني، رفعت اعلام فلسطين بالشوارع وصار تهجم وصار، لكن هالمره ارتفعت الأعلام بمباراة بين إسرائيل ومنتخب مالي وصارت ضجة على هذا الموضوع، وراح يبقى صبر وقوة فلسطين اطارتكم يا مو كيان صهيوني. مشاهدينا عندنا تعليقات على هذا الموضوع، رصدناها لكم أبرز التعليقات بخصوص هذا الموضوع. من ياسمين تقول حتى العلم صار يخوفكم؟ اي والله فعلا، يعني العلم صار يخوفهم ومرعب لهم، لان هم اصلا يعني حشره. عشت فلسطين وستنتصر غزه، اكيد هي اصلا غزه بهذا وضعها هي منتصره. عيسى يقول العلم الفلسطيني اينما كنت حاضرا وجد، اللهم انصر عظيما قريبا، اللهم نصرا عظيما قريبا لجميع الدول العربية، اللهم آمين يا ربي، اللهم أنصر فلسطين. تعليق آخر على هذا الموضوع، مشاهدينا يتم منع لاعبة بريطانية لظهور فيديو قديم إلها تقوم فيه بضرب حصان أما قتلت الأطفال، فماكرون بنفسه يرحب بيهم، أي شياطين أنتم. والله صحيح. تعليق آخر مشاهدينا، التعليق الأخير هو حساسيتهم ضد العلم الفلسطيني دليل على الضغط النفسي اللي يتعرضون له، وراح تبقون تتعرضون لهذا الضغط النفسي، وراح يبقى كابوس فلسطين يرافقكم أينما كنتم وستنتصر غزة.